لو انت طلعت على قمة الهرم الأكبر ومعاك إزازة ملفوف حواليها قماشة مبلولة، بعد شوية هتلاقي حوالين القماشة دي شرارة، حاجة كده عاملة شبه البرق الصغير، ولو انت فضلت فترة أطول في احتمالية ان انت شخصيا تطلع شرارة. خليني أكلمك شوية عن الهرم الكبير. الهرم ده رباعي الأوجه، الأوجه بتاعته بتشيل الاتجاهات الأربعة بتاعتنا، شمال جنوب شرق غرب، الخطأ فيها 5 من 100 درجة. أصلا لو انت بصيت على الهرم من القمر هتلاقيه ثماني الأوجه. تم الانتهاء من بناء الهرم من 2560 سنة قبل الميلاد. الهرم مكون من 2,300,000 حجر بوزن يتراوح من 3 طن ل 30 طن، مقطوعة بشكل منتظم مرصوصة جنب بعض متثبتة بالجبسم، والجبسم اللي متثبت بيه الأحجار ده بيتحمل الضغط العالي لدرجة إن الجبسم ده أقوى من البلوكات ذات نفسها. طول الهرم 148 متر، استغرق بناؤه 20 سنة بعدد عمال 10,000 عامل. بص، قبل اكتشاف برضية وادي الجرف احنا ما كناش متأكدين مين اللي بنى الأهرامات. في ناس تقول قوم عاد، في ناس بتقول اليهود، في ناس بتقول انهم فضائيين، في ناس بتقول ان اهل أطلانتس. بعد اكتشافنا برضية وادي الجرف اللي كانت فيها عدد عمال اللي بنى الاهرامات، الاهرامات اتبنت ازاي، الاحجار جت منين، ده بجانب حصص الاكل اللي اتوزعت على العمال. المهم يعني ان احنا اتاكدنا ان القدماء المصريين هم اللي بنوا الاهرام. البرديه دي دكتور زاهي حواس قال عليها ان هي اعظم الاكتشافات في القرن ال21، ده كمان اعظم من اكتشاف مقبره توت عنخ امون اللي كانت كامله. الهرم زمان كان متغطي ببلوكات من اللايمستون او الحجر الجيري اللي هو التباشير بتاعنا ب 144,000 بلوك. السمك بتاعه كان 100 انش، وزن كل واحدة ما كانش بيقل عن 15 طن، كانت مصقولة او متصنفرة بطريقة محترفة جدا لدرجة ان السطح كان مستوي تماما وكأنه مراية. الشمس لما كانت بتنزل اشعتها على الهرم كانت بتنعكس تاني، وده كان بيعمل عزل للاجزاء الداخلية للهرم. اما بقى الجوانب الداخلية للهرم فكانت من الدولومايت، والدولومايت معروف ان هو معدن بيزود التوصيلية الكهربية، التوصيلية الكهربية اللي هي الالكتريك كوندكتيفيتي، انه يعني بالبلدي كده بيوصل الكهرباء حلو جدا 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 جدا. اما بقى الممرات اللي جوه الهرم والغرف بتاعتها فكانت من الراديو اكتف جرانيت او الجرانيت المشع. الجرانيت المشع ده كان بيحتوي على معادن وعلى كريستالات من الكوارتز، الاثنين جيدين لتوصيل التيار الكهربي، بس الكوارتز اللي موجود في الجرانيت ده اسمه بيزو الكتريك مينرال. بص، لما الكوارتز ده بيتعرض لضغط او فايبريشن، اهتزاز او ذبذبه قوية، بيطلع تيار كهربي. عندك بقى الهرم فيه غرفتين، اول غرفة اسمها غرفة الملك ودي فيها صندوق من الجرانيت، الصندوق ده فاضي، والعجيبة ان الصندوق ده اكبر من الفتحة بتاعت بوابة الهرم اللي ممكن يخش منها، واكبر من الانفاق اللي جوه الهرم، فاستحالة انه يكون جاي من بره دخل لجوه، فالصندوق ده مبني جوه الهرم. سنة 1993 اكتشف العلماء اوضة سرية مخفية بالقصد، سموها غرفة الملكة. سنة 2011 بقى مع تطور التكنولوجيا اللي عندنا بقى عندنا القدرة ان احنا نعرف ايه اللي موجود جوه الاوضة دي من غير ما نحفر ولا ندخل لها. وكانت المفاجأة، الأوضة السرية محكمة الغلق دي فيها أسلاك من النحاس محطوطة بطريقة معينة، ده كمان بجانب شوية رموز منقوشة عاملة كده زي اللي بتبقى موجودة على البطارية. بص، لو الظروف اتهيأت صح لسلك النحاس اللي موجود جوه أوضة محكمة الغلق ده، هيولد لي طاقة كهرومغناطيسية قوية. خلينا نعدهم كده معايا. عندنا لايمستون أو الحجر الجيري اللي عامل عازل، بعد كده عندنا الدولومايت اللي بيزود التوصيلية الكهربية، بعد كده عندنا الجرانيت اللي فيه الكوارتز اللي بيولد تيار كهربي، بعد كده عندنا سلك النحاس اللي بيمشي فيه التيار الكهربي. الترتيب ده اصلا ما بيفكركش بحاجة، بالسلك بتاعنا، السلك اللي بيمشي فيه الكهرباء، بغض النظر عن فرق واحد، ان انت عندك سلك الكهرباء انت بتديله كهرباء فتمشي فيه الكهرباء. طب الهرم ازاي هيحصل له الضغط او ذبذبة على الكوارتز عشان يطلع لي كهرباء؟ الهرم هو واقف كده ما بيطلعش كهرباء، ايه اللي بيحصل عشان يخليه يطلع كهرباء؟ نيكولا تسلا. نيكولا تسلا عالم الفيزياء اللي ليه الفضل في 80% من التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، حتى عربيات التسلا متسميه على اسمه لان هو اللي مخترع الاي سي اندكشن موتور. تسلا قال ان كوكب الارض عباره عن مولد طاقه عملاق، والطاقة دي ملهاش حدود وانه يقدر يسخرها بس لو استخدم الوسط المناسب، ده بجانب اصلا ان هو كان عارف ان طبقة الايونوسفير ودي طبقة في الاتموسفير او في الغلاف الجوي عندنا دي فيها طاقة كهربية ممكن بسهولة جدا يستغلها. تسلا كان عارف ان الهرم مش عبارة عن مقبرة او نصب تذكاري، كان عارف ان في سر وراء
طريقة بناء الأهرامات ومكانها. سنة 1901 تسلا عمل برج، البرج ده بناه طبقا لقوانين بناء الأهرامات في الجيزة، وقالوا إنه هينقل الطاقة لاسلكيا. ارتفاعه كان 57 متر، القبة بتاعته عبارة عن 55 طن من المعادن الموصلة للتيار الكهربي. البرج ده كان حديد ومخترق الأرض بأكثر من 300 قدم، وكان تحت البرج فيه مية جوفية. وبالفعل سنة 1901 التلغراف سجل أول إشارة ناجحة في البرج، بس سنة 1905 البرج اتهد. تسلا مات سنة 1943، والإف بي آي استحوذ على كل متعلقاته وأعماله، واختفى تماما كل حاجة عن البرج اللي كان هيمد العالم كله بالطاقة المجانية. نرجع تاني للهرم. من آلاف السنين نهر النيل كان بيعدي من قدام الهرم، حتى لو انت بصيت بالأقمار الصناعية هتلاقي المجرى بتاع النيل موجود، وفي تآكل حوالين أبو الهول بيقول إن كان في مية بتعدي من هنا. المية أو السوائل عامة يعني عندها خاصية اسمها كابيلاري أكشن أو كابيلاري إفكت أو الخاصية الشعرية، هي إن السوائل بتقدر إنها تطلع لفوق في المساحات الضيقة متجاهلة تماما قوة الجاذبية. تقنيا في احتمالية إن مية النيل انزلقت لأعلى على سطح اللايمستون، أو إن مية النيل نزلت لتحت في الغرف اللي تحت الهرم. عامة الحركتين دول ولدوا اهتزازات قوية كافية للكوارتز اللي عندي إنه يطلع البيزو إلكتريستي بتاعته أو الكهرباء بتاعته. لما بتولد عندي كهرباء بينتج عندي طاقة كهرومغناطيسية، الطاقة دي بتبتدي إنها تتجه إلى قمة الهرم. قمة الهرم بقى فيها كابستون أو غطا من الذهب. غطا الذهب ده بيعمل كأنه ممر لطبقة الأيونوسفير، بياخد الأيونات السالبة اللي هي الأنوية بتاعتها مشحونة بشحنة كهربية ويطلعها للأيونوسفير، ويبتدي الأيونوسفير يشيل الأيونات دي ويوديها للمستقبلات بتاعة الكهرباء زي المسلات زي الأهرامات التانية. يقال إن فنار اسكندرية أو منار اسكندرية كان بينور من الكهرباء اللي كانت بتجيله من الهرم. وكده أنا بقى عندي تيار كهربي بقوة هائلة جدا تغطي مصر كلها. بص الصورة دي من معبد دندرة، معبد الإله حتحور، هتلاقي الفراعنة شايلين حاجة كده زي المصباح جواها سلك ملتوي طالع منه سلك تاني متوصل ببوكس، البوكس ده اللي هو الريسيفر، الناحية التانية هتلاقي الأنتنة. بص على الصورة دي هتلاقي مصري قديم شايل حاجة شبه الوايرلس أنتنة، دي اللي كانوا بيستخدموها في الاتصالات أو الكوميونيكيشنز يعني. وأغلب صور الفراعنة هتلاقي فيهم هما شايلين عصاية في آخرها حاجة شبه اللمبة. هتقولي ازاي احنا طول عمرنا عارفين ان الهرم عبارة عن مقبرة، خوفو، خفرة، منقرع. تعالى كده نبص بصة على المقابر بتاعت الفراعنة. لو انت رحت وادي ملوك الملكات ده عبارة عن وادي كله مقابر لملوك وملكات. لو بصيت على البوابة بتاعت المقبرة هتلاقي البوابة كبيرة واسعة تكفيك وتكفي مثلا 3-4 شايلين تابوت على كتفهم يخشوا بيه. مفيش سنتي جوه المقبرة الا ومرسوم عليه او منقوش سواء يمينك شمالك او في السقف. اهم حاجة موجودة جوه المقبرة الموميا بتاعت الملك او الملكة. تعال بقى نروح للهرم. بوابة الهرم صغيرة جدا، الطريق اللي جوه الهرم رفيع جدا ومفيش خربوش واحد مرسوم على الحيطان سواء يمينك او شمالك. تالت حاجة، انا دلوقتي عندي جوه الهرم غرفتين، غرفة الملك وغرفة الملكة. غرفة الملك فيها ملك؟ ما فيهاش ملك. غرفة الملكة فيها ملكة؟ ما فيهاش ملكة. يعني الاهرامات بتفتقر للباب الكبير، للرسومات اللي على الحيطة، وللموميا، الموميا بتاعت الملك او الملكة اللي موجود جوه الهرم. هتقولي يعني مفيش اكتشافات تانية غير الهرم انه بيطلع كهرباء؟ في حاجة اسمها بطارية بغداد. بطارية بغداد دي عبارة عن جرة من السيراميك جواها انبوبة من النحاس فيها قضيب من الحديد، لو اتحط فيها سائل حمضي الجرة دي بتولد تيار كهربي عاملة شبه البطارية او الحجارة بتاعتنا. عمر الجرة دي 2000 سنة. الدنيا ابتدت تقرب معاك شوية. عموما في حاجات غامضة ايام الفراعنة بيقولك ازاي الحاجة دي حصلت، ده ما كانتش على ايامهم. حاجة مثلا زي القناع بتاع توت عنخ آمون. القناع بتاع توت عنخ آمون كان الاول فاكرين انه عبارة عن كتلة من الذهب واتحفر فيها القناع، بس دلوقتي مع التطور عرفوا ان في اجزاء في القناع ده ملحومة بالليزر، والفراعنة ما كانش عندهم ليزر. طب ازاي يبقوا لاحمين الاجزاء دي مع بعض وانت ما تشوفش اصلا ان هم ملحومين، تحسبهم كتلة واحدة؟ طب انا هستفيد ايه لما اعرف ان الهرم بيولد كهرباء؟ ما خلاص كده الطبقة بتاعت اللايمستون اتهدت مع الزلزال ومش هيطلع لي كهرباء. يعني انا نتكلم بقى لو انا ماشي كنا هقدر استفيد من الهرم ان هو هيطلع لي كهرباء، بس دلوقتي انا ما مش هستفيد منه في حاجة، هيفيدني في ايه؟ بص يا سيدي، طبقا للفيزياء النظرية العلماء درسوا الهرم
وعرضوه لحاجة اسمها راديو ويفز أو موجات راديو، لقوا إن الطاقة الكهرومغناطيسية في الهرم بتتركز في الغرف بتاعته وأسفل الهرم. فخطة العلماء إن هم يعملوا اللي حصل ده كله بس على النانو سكيل اللي هي النانو بارتيكلز دي، ويعملوه على شكل أهرامات، ويشوفوا هل النتائج اللي حصلت مع الهرم الكبير هتحصل مع النانو بارتيكلز دي ولا لأ، وبكده هل أنا أقدر أعمل فوكس للنانو بارتيكلز دي على مكان معين ولا لأ. ده هيساعدنا اولا، هيحسن جدا من السنسورز، تاني حاجه هيعمل طفره في الخلايا الشمسيه اللي هي عندي جهاز بياخد الضوء او حراره الشمس ويطلع لي كهرباء. خليني اقولك ان الباور بلانيت ثيوري دي او نظريه محطه الطاقه او ان الهرم عباره عن مولد طاقه كهربائيه كبير بتوصف ظواهر غريبه كانت بتقرق العلماء والباحثين والمؤرخين لسنين طويله جدا، بس هي كده كده نظريه. انت لازم دماغك تكون مفتوحة انها تتقبل كل النظريات اللي قدامك وتشوف الدلائل، دليل دي كذا، دليل دي كذا، دليل دي كذا. اقتنعت ان الهرم ممكن يكون حاجة تانية غير انه يكون مقبرة؟ هل صدفة ان يحصل كل ده مع بعضه؟ هل صدفة ان برج تسلا تحتيه مية والهرم تحتيه مية؟ انا هستنى رأيك في الكومنتات، متنساش تعمل سبسكرايب، تفرج الحلقات فاتت، تشوف الحلقات اللي جاية. لو عندك اي كومنت سيبه لنا في الكومنتات مع رايك اللي هتقوله. لو عندك اي اسئله وجوديه بتدور في دماغك مش لاقي لها اي اجابه سيبها لنا ميل مسج كومنت واحنا هنعملها لك في حلقه. بس كده خلاص، شكرا.